السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة شاف زهير. اليوم راح نديروا بلا سالي اللي هو باذنجان بلا بيونداشي. راح نديروه بطريقة مختلفة على اللي ولفتوه بها، وهذه الطريقة راح تكون بزاف بنينة. انا قدمته مع الرز وانتم تقدروا ديروا لاكومبانيمون اللي حبيتو. ما نطولش عليكم، ندوزوا طريقة التحضير. واش لازمنا مقادير؟ عندنا زوج حبات باذنجان، زوج حبات طوماطيش منقيين ومقطعين اوندي، عندي حبه بصل بسكرفجه، عندي فيونداشي، عندي هنايا فرماج غابي لي زيبيس الفيونداشي، عندي 4 مغارف زيت زيت زيتون 4 مغارف كبار، وعندي الملح فلفل الكحل. نبداو طريقه التحضير. حاجه الاولى نغسلو الباذنجان ديالنا، نحكمو الحبه تاع الباذنجان نقسموها على زوج تساوي فوالا بهذه الطريقة. فوالا نبداو نشلحو فيها حتى نلحقو لتحتها بلا ما نقطعو القشرة، فوالا بهذه الطريقة. فوالا نزيدو الاخرى كيف كيف. كما قلت لكم بلا ما نقطعو القشره تاعنا هكذايا، دوك تخلي الزيت تدخل وباش يطيب لنا تمتم. فوالا بهذه الطريقه راني جبت البلا ديالي، درت له بابي كويسون ورق الزبده، واني ستفت الباذنجان ديالي. دوكا نحكم مغرفة زيت الزيتون، نفتح ونفرخها هنا على بهذه الطريقة. نزيد نفس الشيء على نزيدو لهم شوية ملح وشوية فلفل الكحل. فوالا ندخلوهم الفوق، الفوق تاعي راه مشعول على 200 درجة. كي نشوفوه حمرنا وطاب لنا لداخل نحيوه ونروحو نبريباريو الفيونداشي ديالنا. راني درت زوج مغارف زيت كبار في المقلة ديالي تسخن. دوكا نفرغو البصل تاعنا ندبلوه. كي يدبل لنا نزيدو له الفيونداج. البصل تاعنا عاود دبل نزيدو له الفيونداج. نزيدو لي زيبيس، لي زيبيس عندي فلفل الكحل قرفه والملح. خلطوهم بيان. نزيدو طوماطيش اللي كنا قشرناها وقطعناها ديدي، حركوها مليح تاني. نزيدو لها مغرف طوماطيش مصبرة، ونزيدو لها شويه فلفل عكري. ونخلوها تتبال على نار هاديه. شوفوا الفيونداشي مع الطوماطيش تاعنا راهو شاهي. نزيدو له شويه معدنوس. فوالا هادي لافارس اللي حنا نحشيو بها لي باركات تاع الباذنجان. فوالا
سي بون، نحطو هاد دو كوتي، طفيو عليها ونروحو نجيبو الباذنجان ديالنا. شوفو الشكل تاع الباذنجان كي خرجتو من الفوق، راهو تحمر. دوكا بلا كويير نحلو بالدخلاني، ولا ما قدرناش نعاونو شويه بالموس. هذه الطريقه فوالا، نحلو بالدخلاني نحطوه في لاسيات. فوالا راهو تنحلنا فاسيلمون باسكو راهو طايب. هذه الطريقه، هذا البلا راح يجي فريمون بنين. نكملهم ونتلاقاو. راني نحيت كامل اللوب تاع الباذنجان، هادوما ما ترميوهمش، دوك تشوفو واش راح نديرو بهم. نحكم اللوب هذاك نحطو فوق، نقطعو دي بتي دي فوالا. نجيبو الفيون داشي و الطوماطيش لي درناه من قبيل، نزيدولو الباذنجان و نخلطوهم هذه الطريقة. مام دراري ولادكم لي ميحبوش ياكلو الباذنجان، بهذه الطريقة راح يولو ياكلوه و راح يعجبهم فغيمون يعجبهم. دوكا نعاودو نديرو لافارس هاديك ولا البيونداشي والباذنجان داخل لي باركات ولا داخل القشور تاع الباذنجان لي كنا نحينا منهم اللب مقبل. ثم مام في التقديم راح يكون اوريجينال، راح نحطوه بهذه الطريقة. دوكا نعمرو لي كات باركات ولا لي كات قشور تاع الباذنجان بهذه الطريقة. شوفوا الشكل تاعو يشهي، فريمون يشهي. دوكا نزيدو له شويه فرو الفرق، فوالا بهذه الطريقة. ندخلوه للفور، الفور تاعنا نشعلولو غير من الفوق باسكو حنا كلش راهو طايب، غير يحمرنا ولا يدوبلنا الفورماج تاعنا نخرجه. فوالا دوكا ندخلوه الفرن، كي يطيب نتلاقاو. الفورماج تاعنا راهو داب، شوفوا البلا تاعنا كيفاش جا. دوك نحطوه في طبق تقديم ونتلاقاو. فوالا الباذنجان تاعنا، انا راني قدمته مع الرز. نتوما باش حبيتو تقدموه لاكومبانيمون اللي حبيتو ديروه؟ اي بان جيسبيغ عجبتكم لا روسيت، الى بروشين فيديو ان شاء الله.